من هنا بقى من هنا بدأت موهبة بقى. من هنا في واحد ايوه بيعدي على 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 الملاعب ملاعب صغيره كره شراب فهو عم الورداني ايوه ف راح بقى للكابتن سيد حوده اللي هو بقى يعني اللي دول اللي كانوا هم اسسوا نادي الاتحاد واحد من نجوم الاتحاد طبعا الكابتن سيد حوده قال له في ولد بيلعب في كره الشراب لعيب حكايه قال لي طب هاته لنا بقى ورحت قعدوا يجربوني وبتاع. كان عندك كام سنه وقتها وانت اول مره راح تجرب بقى في نادي الاتحاد السكندري؟ 17 سنه. 17 كان 17 سنه وكان هم ما شاء الله عليهم برضو في ذكاء ما تلعبش في ملعبك وهو لسه صغير لان الجمهور انت هتغلط ولا بتاع هيشتمك هيحرقك مش هتمشي فلعبني في السويس لما يعني طلعنا على السويس مباراه ليك مع الدرجه الاولى خدنا معاهم هناك ورحت على ايه معاهم على الفرقه الكبيره يعني فلعبنا مع منتخب السويس منتخب السويس جابوا جول في الاول في الماتش والكوره بقى مع ماشيه ورايحه وماشيه ورايحه انا في الموهبه او المهاره القويه دي اللي هي بتاعت الشوط الجامد وانا بلعبتي يعني بتعمل الكوره كده وبتلفها كده اهو يعني تبقى من الكوره كده اكرامي هو يبقى شايفها قريبه منه هتطلع اوت او اول فسايب الحته دي تجلف وتيجي داخله في وش الرجل الخارجي ده كان اول ماتش ليك كان السويس وجبت هدف في الماتش ده جبته بقى والناس عرفت في اسكندريه ان في لعيب صغير وده ما اهتزمناش هناك ومشيت معايا فاكر اول مكافاه ليك كانت في الاتحاد السكندري بعد اول ماتش ده وجبت هدف كانت مبلغ حلو قوي 3 جنيه 3 جنيه عملت لي 3 جنيه دول انا ما بحبش الموضوع الماده دي لا ما كنتش هاخد يعني حتى بس المهم انا لعبت بقى خلاص في نادي الاتحاد اهو حلمك كلمه نادي الاتحاد وحلم الوالد اللي كان بيشيلك على كتفه ويتفرج على ماتشات الاتحاد ويحفظك اللعيبه بالظبط كده وبقيت العب ماشي دخلنا بقى على ايه منتخب مصر لا بس قبل ما نروح منتخب مصر انت كده خدتنا في حته لسه هنتكلم عنها انت حضرتك دلوقتي شاهد على 3 كؤوس كاس مصر مع نادي الاتحاد السكندري بدايه اول كاس كانت سنه 63 62 63 62 مع 63 الزمالك. ايوه كانوا صاد الزمالك مع الزمالك بعد ما كنتوا متاخرين 2-1 وكسبتوا بس هم قعدوني برضو يعني قعدوني ما كانش في دكه تقعد دكه لا خط المرمى تقعد معاهم كنت موجود يعني بس نزلت لا نزلت لا نزلت في الماتش في طب احكي لنا الماتش ده بعد ما كنتوا متاخرين 2-1 ورجعت والكابتن احمد صالح جاب هدفين وكسبتوا الماتش 3-2 كابتن سيد حوده كان عنده فكر يطلع احمد صالح ويطلعه راس حربه ويرجع اباظه الله يرحمه لسه متوفي يرجع هو مكانه ونزلني انا كمان فاتقلبت الماتش الساعه 2-1 بقى 2-2 بقى 3-2 تتفرج بقى على ايه الناس اللي تمشي من القاهره الناس فرحانين بينا وبعدين تركب الديزل بقى هتروح على هنا القطر انتوا راجعين في بنها الناس كلها اللي في قريه بانيه دي ولا خرجوا مستنيين ويسقفوا وفرحانين بينا طنطا نفس الكلام دمنهور سيدي جابر بقى لما نزلتوا بقى الزفه البلدي سيدي جابر جماهير الاتحاد من سيدي جابر للشاطئ ما نزلوناش ده دخلوا على القطر وقالوا له تمشي بينا لمحطه مصر والله العظيم الناس بقوا ماشيين على القضبان ومنعوا بقى القطوره ولا البتاع اللي بيمشوا على هنا اهو ايوه زفه اسكندراني والجمهور عمال يشجع ويغني وصلنا في محطه مصر لقينا اللي اكتر كل واحد شال لعيب وعدى بيهم انا عايز اجري بقى اروح فدخلوا على الشاطبي حطوا بقى اللعيبه
حلو قوي يعني، ايام حلوه ما تتنسيش. اسكندريه بتحب الجمهور هنا بيحبه، جمهور وزواق لكره القدم. نادي الاتحاد بقى هو يعني يعني احنا عندنا مثلا هنا كان عندنا في انديه كتيره في اسكندريه، كان في عندنا بتاع حرس الحدود السواحل، كان في الاولمبي كان مسابقه طبعا. ده الاولمبي خد بطوله دوري. طب انت كده خدتنا بقى الحته اتفضل الاتحاد سيد البلد. ايوه منين جت بقى الاتحاد سيد البلد؟ هو كده ايوه مين اللي بيشجع الجمهور كتير هم بيقولوا اه الاتحاد كبيره سيد البلد والبطولات وال... بيقولوا الاتحاد سيد البلد. كان في بطوله كاس فلسطين ايوه اللي هو الصوره دي كاس فلسطين، فالله يرحمه الكابتن محمد الجندي اهلي برضو، كان اهلي محمد الجندي، ولعب زي محمد صلاح في انجلترا. فقال يا اولاد لو لعبتوا خدتوا البطوله دي هتاخدوا اوسمه، خلاص بقى لازم نلعب، شدوا حيلكم. شدينا قبل كاس فلسطين كان في زيزو عبد العزيز، مش فاكر معانا. هنستعرض كل الصور دلوقتي.